culimada lama duri karo waa xaaraan durida culimada la durayo ma aha in ashakhsiyadoodii iyo dawaatoodii la durayo ma aha waxa la durayo waa cilmiga ay xambaarsan yihiin weeye imisa maanta badanaa mid jaahila oo waxba aan garanaynin oo weysadii aan sixi karin oo siduu u dahaaro qaata aanan garanaynin oo waxa weeye ummaddii maanta dhiiggoodii fatwoonayo dhiiggoodii diintoodii maalkoodii buu fatwoonayaa xaqa ilaahay jalla wacalaa ummaddan uu u saaray culimmadooda ay ka mid ahayd in la ixtiraamo lagu ixtiraamo cilmiga ay xambaareen weynaynta ilaahay uu weyneeyey darteed la weyneeyo la qiimeeyo ixtiraamkooda iyo weynayntoodu inay ka mid tahay alla subxaanahu wa tacaala oo la weyneeyey ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات حقوق العلماء وواجباتهم تجاه الأمة ولا ليال وحان كهذا لني أصاب لوني موضوع كساب سن ذاتك أهل العلم جاء أو علماء يا فضل إلهي أكتي سيكوليهين منزل ذا إلهي أكتي سيكتشوغان حقوق ذا أي كليهين ذاتك مسلمين تاها علمدو وحن صوت الماني دور غضب أو موشينيا حق إلهي جل وعلا أمدان وأساري علمدو ذا أي كمد أهيد إلا احترامه لغو احترام علمك أي حنبارين وينينت إلهي وينيي درتيد la weyneeyo la qiimeeyo ixtiraamkooda iyo weyneyntoodu inay ka mid tahay alla subxaanahu wa tacaala oo la weyneeyey annagoo mawduuca sii wadna waxaa ka mid a xaqa ahlulcilmigu ummadda ay ku leeyihiin in cilmiga laga barto in cilmiga la weydiiyo in lala fariisto إلهي با سبحانه وتعالى أمري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر أهل العلم وحويدية هديدنا أذنك وحبك قرانين إلهي مرهن سبحانه وتعالى جاهلك وحل ويدي أهل الذكر نبي صلوات ربي وسلامه عليه وحو عدي علم ماذا علمك لقاته oo la aado oo loo sacayo loo safraayay inay ka mid tahay jid ka mida jidadka jannada loo maro arrintaa iyada xadiidkii abu hurayra nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu bihi ariiqan ila aljanna qofkii jid mara isagoo cilmi sharci a doonayo qaala allah qaala rasuuluhu nin culimaa u socdo inuu cilmi ka soo barta doonaya
قفك إسجع شدك أو هي درتي إلهي وحقوق سهلة شد كم إذا شدتك شنّد إلهي الله مرأ اللجو قالوا مرك علماء إن هاد آدد وعلم جودي أقصدد وحي لم تهي أديق أو جنّد أصعد محايا لي علم جاسو علم جا شرع جاء وككتب سيا إلهي سبحانه وتعالى جنّد سيد الله قالوا وشدك إلهي كو جينية سبحانه وتعالى وحن أركينا ولا ليال ذاتك أهل العلم جاءها رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم إني أرنت أيضا سوى عن أفهمين صحابة رسول الله تابعينتي كوي كدن بي سلفكي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه باوحو ليهي ذاتك خير كزول مايان إيا إني وناك إيا وضضي النبي إني هيان عليه الصلاة والسلام كما الزوليان انت اي دحجوغان بو يري ددكي هوره او وينا او اهل العلم جا اها او علمي اي بريان اما اي كبرانيان وحو يري مر هدي ددكي وا وينا دنتان اهل العلم جا اها ايغو كو ير ير اني علمي كقادن امداسي وا هلاك سنتي معنيه دو وحي سوو امانيسا ومد علم اللي جواي وأمد باب بعضي وي يا وعدينا يا حقه يا وشيغ يا حلاس يا حرانتا يا وعدينا يا وح إلهي رهلي قلينا يا وح إلهي عرق قلينا يا وعلم ذي وي ومد مرك علم اللي جواي وح وي وأمد هلاك سنتي سيدا درت هاد بسلف كي وحي أهاين مسؤولية داسي قاعدين دتك ووين وأهل العلم جوا مشايخ ذا أنت أنا يديمن بعلمك كبرن شيرين سيئة قداشة ولا أي أمد علمها وحن باران إلا علمي قاني وحا ويواد حل وموروث أم بيدي بها لقد حلي علمتنا وحا ويجيل بجيل جنريشن تتجنريشن أيي كلا دحليين إلى قيام الساعة نساس وكسعونيا ساسي سلف كي أهاية رضوان الله تعالى عليهم أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه سحابك وحليه سقطتك عنانا يو زمن كيسي تشوغي با وحليه ورمحاي ذن كرد عيون إذين أركا علمذين إني سي سعطو جهاشي نكويني جهالة أهانا أنا وحبرانيني ورعلمي قبرتو يري انتادو التقين كهر انتانو علمي قد تقين هرتي برتا تقيد علمي قنا وحا ويوا علمات أوتكتو يري سداسونا حديث كي نبي قوها صلى الله عليه وآله وسلم وكير نبي قو صلوات ربي والسلام عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فيفتون بغير علم فضلوا وأضلوا نبي عليه الصلاة والسلام وحيره إلهي سبحانه وتعالى علمك كبا بإن مايو كنا تكسين مايو إنو كسيب ذاتك علماء ها قلبك ودي لابتو ذا لغا سارو oo sidoo ninku caalim u yahay oo wax u garanayo oo subaxii soo toosay isagoo jaahila sida cilmiga lagu ma koryeelayo laakiin nabigu kaleeyhi salaam (alayhi salaam) wuxuu yiri cilmiga waxaa lagu koryeeli doonaa oo lagu qaadi doonaa dadka culimada ah oo xambaarsana inay dhintaan markay dhintaan iyadoo ku juhalada aanay waxba ka baranin oo cilmigi ka reebin meeshi waxaa iimaanayo yiri dadkii markaa inay sameystaan dad juhala ah oo madax ah أو أن علم لهين أو ضدكي مركا يوح ويديان أو علمي ويديان مركاسي وحي أفت وانا يان علم لآن جهلي مركاسي يغن اللوميان أمدين اللوميان ساسو مركا ليه النبي صلوات ربي والسلام عليه إمي سامانتا بضنا متجاهلة أو وحباء انقرنين أو ويسدي عن سحي كرين أو سدو أضها رقا تآن انقرنين أو وحى ويا أمدي ما أنت دي جودي فتوانا يو دي جودي دين تودي مال كودي بفتوانا يا مسائل إيه أمور حدي أبو بكر لو جين لها أما عمر انتي كبقان صحابة النبي علماء دودي أي أفريسين لهاين ووحى ويا وحو كفتوانا يا البرقسي يكفى دوانا يعني ليجي أمدى
حولهدي عرضهدي دينتهدي بلو فرسو اتخذ الناس جهالا رؤوسا جهالا وسداوي علماء مركا حق اي ليهن وحا كمدا ومدا اي كليهن علمي اي حنبارين انت انا الا دمن ان لا ريبو صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ما وهو اصفي مدبل اهل حديث صحابي كروم مغلي او هل حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديثتي سي اها انه هيو اوغادي يبل اسي سعد بال مدبل له سفريه حديث كاكلي سو او سو مغلو سي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم مساله ذا افهمين ما لين ما المها كمذا وحا ودا فديي الامام احمد بن حنبل والامام يحيى بن معين ولبا امام ولبا عالم ومحدثين توي اهل الحديث كي وحا صومر الامام الشافعي محمد بن ادريس المطلبي عليه رحمه الله تعالى جميعا سوى بقشي سوى تو صومري احمد بن حنبل وابودي وكذب تجي وقرب كعي وويديني يا سؤال بويديني يا وجواب يا وقرب صعدا الى وداهي يحيى بن معين ماشي بكسي سوغيا مركو صون غريبة وحير عبد الله ابيه يو وحانا دم حافو كلف عن صلبتي وكما نين كان سيداس اديو امام احمد امام اهل السنه والجماعه نين كان ساس ادوكو كعدي محوها وحير ورما هي سيدا اسكا اموس علمي هدا دوني سيد علمي بقشا سينتي ذا كودك بوري بقشان سينتي ذا قبصو هذا فقه ربتد بوري فقه يا دينتي الهي نات فهمتد وكما نينك سيدا اورانيو وإمام أحمد وعالمك ومحدثك بل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لفتيسة أيا فنك حديثك ليره أقدم بين جري إمام أحمد أوديه جري إذنك حديثك نقبض إياه هدو حديثك سي أصحنا الشيخ أنقاضن سيدا سي أهين سلفك علمك إيا علم دس سيدا سو أكتو ربو شرف أغلها أغل قيمة بدنا وعلى ركي سأولا ليال علماء وحكم ذا حقا ينقول له يهين وقفك مسلم كألا قد دونيو إنو قرتو أغادو علمك إنو مراتب يهي علماء إنو مراتب يهين مراتب وحالا دها وهير هير وي اسكو علمي معها ولك العلم بدين وحاجر التخصصات نمبا ملبو كفي عيه وحاجر الداء أو نمبا ننكا كلا انتو كوي يهي وكعلم بدنيه وكاكسبيرنسي خبرة بدنيه وكتجربة بدنيه سلاسي سلف كي هاي رضوان الله تعالى عليهم وأكل صارنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاوي إمام المرسلين علماء عالم كي أقول علم بدنا أمد خلقك با إله الله الله سبحانه وتعالى وحكير وقل رب زدني علما وحد هذا ربي يو علمي زيادة علمي قم هذا ماذا مرك نبي محمد باوحى إلهي أوليه علمي إلهي يو زيادة ده زيادة العلم إلهي كبري وحكى له إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد كخير بدن علمي هدو إلهي سبحانه وتعالى أوجي هاي نبي جيس وأوش يجيلها هدا يشرتو وأوش يجيلها إلهي إنه كوز زيادة ويدي صوره لها ما الله لا مدهن وحكى لنا اللي بيراه لا مدهن إلهي يو علمي زيادة ده بالي وفوق كل ذي علم عليم سأسول لي رب سبحانه وتعالى سيدا درت بان نبي يعني صلوات ربي وسلام عليه وحاكسوا انه لا يهي امد اذا ننك امد اذا اقول رحمة دبدا وابو بكر بويري كحق يدينت الهي اقول ادأذك وعمر بويري بدك اقول حشوت كبدا وحيري وننك ليره هذا بول عثمان واعلمهم بالحلال والحرام معاد حرام يا حلال كأبو أقانت بدن أبو قرشد بدن ومعاد من جبل بويري وأفرضهم زيد علم قد حلك وعلم وين أو مهم وعلوم الدين تكمدا كأبو بدي أمد هذان وحير وزيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة أمد الأركاء وحي الله قف أمينة آمنة أمدان أمة المحمد أمين كيدون وحي نبي عليه الصلاة والسلام وأبو عبادة بن جراح
مركا علمادي ومراتب علمي قودي وهير هير وهير هير موجودة اسكو هير معها نمبا إلهي وهو أفري حديثك إيا فقه جيسا إيا أقون تيسا بلو فرسو إيا رجاشيسي إيا إنو كلا سارة صحيح إيا سقيمك إدبا إلهي وهو أفري فقه إيا فهمك دينتا إيا نصوصتي إن لغسو استنباضو لغسو بحا فقه كتشري أو مدي سيدا إيضا الله غفضو دايو أرنتا قفكو إنو أغادني وحي أسه ليسا إن علمي والبا ماشا ودونا يجري يشيخ أوتيرو إنو مركا ودونتو بي أسه ليسا أرنتا إيضا ولا ليال وحاكم إذا علماء حقوق دي نقول ليهين إلا إسكيل علي إلا دورو علماء لما دوري كرو وحاران دوري دا علماء لا دوري معها إن الشخصية دو دي الذوات دي لا دوري معها وحال لا دوري وعلمي غاي حنبارسيهين وي وأمانة أمة داي أسو قادين ملو فرصدا محايا لي أمة دا إن دهي دي ضدك إلهي كحريي خير كبريي مركض وحكش يكتب ودرد أدرتي إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسي حديثك الرسول عليه الصلاة والسلام هي قرآنك سيدا درتيد بطاقن كاسي وحوية بطاقن كأهل البدعة ضدك أهل البدعة وأهل الضلال كا وشتك صحاها كلا يحضي بطاقن كاللغوية غانوي يعني علماء الدران ضدك وحي أقيب سمين علماء دي مركي لده صدح نوع صدح نوع قالوا وحي وحي علماء دي أمد بي كلام الدقين أمد عادي قابا قما سكيان وحا قابا أمد بل وكحد قدبين والاين كوا أيها واكوا وخوارجت نمنك ليرا هذا وي فرق هذا كم بتكايد فرق وين كي اللومي وقوه الرئيو صوب حي حلق النبي فوق هذه علماء دي صحابة اللاين علي أيها دلي صحابة كرنا أيها دلي ما أنت نواتشو غان علماء دي اللاين بلو فرصة دي وطقن خوارج وي سيدي ذا علماء دي مركي دينتي كل احنا نقضين تاريخ دي دبلو غن نقضي لابا قولا علماء دي أنبياء دي ليسا لابا قولو وأن من كان إلى هذا يهود إن من كان إلى هذا خوارج إلهي سبحانه وتعالى قرآن حكير إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كو اللهين يقول إلهي كفرنا يا إلهي دي آياتك سبحانه وتعالى لين يا أنبيدي لين يا كوي دتك وناج أمري يا خيرك فبشرهم بعذاب أليم عذاب حنون بدن أقو بشارة كواسي عمل كودي وابري الدنيا آخر بقى إلهي أكتي سنة وحق قرقارة أهلي هلي أي مهيان بلو فرصد ولا ليان قلوا قلدا قلدا اللي بعد وحا وي طرف ككلا استاغينو علمدو دي وحا يكبكتين وي تقديسيين معصومين بي كبقين وحي قارسيين بوسيشن إيا بوس أنبيادي آني قارين إيا ملايكتي إلهي بها مقفان مقفان بعلمة دوري وأنا منك الروافض اللي يرهضو الشيعة بلو فرسو أكتو إذا النبي محمد إنه وقفا واسورة قل لكن علمة أي آمين سيهن وآئمة أي ليهين مقفان مقفان وح الله وحي دهان بيكون راعان واحد قدب بنعك رئيسكنا قال هذا السدح هذا وحوي علماء وحق هواي وقلارين لكن محي أم محي مودين سيد بشر كلام معامل إنه خدع كدع كرو أو عالم كان يقف كرو أو بشر يهوب بني آدم ما معي تقادم به خدع يرمى كدعي وبنبونين يا وكعين يا إلى أنك عالم كهاي وشيخ أهم منزل دي سي بوس كي سي شرفتي سكوبا باسو إبرك كدقو وأطراف مركو هاوية كالدودوين يا طرائق قددا أو كل قد خلط أوي عالم كعلمي سكو احترام دادي سكو احترام إلهي سبحانه وتعالى وحي سوى حنباري كو احترام بحالك النبي محمد بوهايا كو احترام هذا نوع هذا غاتا وبشر وخلدمي خلط باكبعي الإمام ابن مالك مالك بن أرس بوحليه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا تو قبرك النبي محمد فرت كتاعي يا وحولي مت كستون نجمد هذا الكيس وانا لقاذن وانا للردين
إلا صاحب كهل كان كتير مؤغي ونبي محمد إساق مقفه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، علماء لما قد حيوا لما ندروا ودقن كأهل البدع دقن كاسي وحلية هي إمام كليد أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى هذا لا ذو قيمة بضن وحلية هي إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وحليه إمامك وحيري هداد أركتد قف نقصى من أيو أضر أيو وحكشي أيو أحد صحابة النبي محمد كمد عليه الصلاة والسلام وحد أغاتا كاسي إنو زنديق يهي زنديق وامحي زنديق وحالة لها نمانك قالضا أها أو وقت يدي دنب الصواب حي أو إسلامك إنتي موجستين إسلام نما بينا بأي إسلام كتنح قلين سيئي أدباتيان أو حديث رسول كقبين أبوران أو ضدك مسلمين تأكل الدلان وعقائد باطل أهو تشويشيان زنادقة لديه جري زنديق وقالوي إسقريني سيئهاين أو مسلم كتنب أسوى نح قلي كواس إنو كان مديه أغوه يري قفك هداد أركت قف صحابة رسول الله متك مدى دوريو سبب توام حيبو يري وحو ليهي محايا ليبو يرى رسولك أنك أكتا يدا واحق قرآنك نوكيني واحق قرآنك وحو حنبار سيه واحق قرآنك وحا نوكيني بو يرى إيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك أصحاب رسول الله ما نوكيني أنه رسولك معنا أركب لي وارنت أيها النوغسو هرو النوغسو قريو يرى سيدا در تيدبو يرى ومرخاتي يدا يدي وادت كان دين تكاقا لني وحي دوني يان مركا قبضا وحكا شيغي سويري شهود ديني مرخاتي يدا 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 يدوران او وحكا شيغان سي اي دين تكتابك يا سنة ابريان وماشي اغساران لان الشيخي عالمك علمي اتكاقا لني سي قال الله وقال رسوله مركي وحلقا شيغي لدوري ماشي لغا ساري علمي يا دين توحن بارسنان وارا عدي سوما ها wuxuu yiri iyaga ayaana mudan in wax laga sheego ayagoo zanaadiq ah oo gaala ah dadka marka culimada wax ka sheegayo oo culimada durayo oo dhacninayo oo laga qaban la yahay ha ogaadaan ayaga ayaa mudan in la tuhmo oo diintooda la tuhmo oo nifaaq lagu tuhmo oo diin la'aan lagu tuhmo ayaga mudan oo u awleysan xaqiiqadu sida ayada weeyaan ikhwani fillah سلفكي اسكدا في علماء ان لا دورك ان اي كريبان كليه ان حق علماء لا فودايستاي كدغي جيرين حق علماء ان لا فودايستاي كدغي جيرين عبد الله مارق و خوليه هي قف عاقل هو عقل له كما سوره ولا صدح قف انه فودايستو عالمك سلطانك يا نينك امده حكومه قفك ولالك ولال الهي درت ادو ولالودين و خوليه هي فمن استخف العلماء ذهبت اخرته قفك علماء فضو ضيستا آخر ريسا تكتي واكو دايكاس آخر الآن يدين الآن باكو دعدي وحيرك سلطانك يمده وينها ننك فضو ضيستان أدونك سواي قرتك قوينية ودي لي ولا ألك قفك فضو ضيستا إلهي درك أولو ولا لو بينه أو مسلم كو يسقو كلاعان مرو أدي سيا شرفتي سبوايا وعيبو با وحي كدك ترين مركين علماء لقد هي كلية ما ها حتى وحاوية إلا فضوضة يستأرن كودية شأن كودية كدقي جرين ولا لي العلماء أولا الدرو أولا الجرحيو أولا الدعوعو
أو وح لقى شيءه وحويان وطبل الدبي علماء الطبل الدبينه وأولياء الإله الله الدبي وهي أولياء الإله قفك الدبان إلهي بعد قالوا إعلان صلى سبحانه وتعالى حيا لأولياء الإله قرآن كو الله كل شيء غيه وكو إيمان كأي عمل كصالح لقاه له إلهي كبقي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون الإيمان والتقوى قفك هذو اسكت درسده ولي من أولياء الله وي وولي أولياء الله كمذا علماء المركب ويقليان وليب من باب أولى بيقليان ويقع أقوه الرئي وصفك أقوه الرئي أولياء الله مرهدي انت علمي كنت درسدين ذاتك النوع عاص وقفك الدبنة إلهي جل وعلا حديث القدس جواكي كويري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولي أني كي أقفك إقطبة أو دباتية دقال بان أو إعلان صدي ها إسكا كي تيرو ما إلهي بأسكا إعلان كرتا قفك علماء وحكا الشيغة يو واحد واتا دقال الله كو قصو عضو الدون كونا كو قصو بحيا آخر انتا دنقاني هو تيدان ولا ليان وحال أركيسا منافقين تي مالين إيادو جهاد لغا صلابتي أيين وحي دورين قراء دي صحابة وليغين ما نعرق بيدهين قراء دينا وحرق قرآن تحفذي وحكا علولو ووين أو كعنت عم بضن أو كبين بضن أو دقال مركي لقلانا كيف كفو ليسن ما نعرق بيدهين نبي عليه الصلاة والسلام بالله الشيخ وي أردينا إلا ومنافقين وحي دهين إلهي رسول كيسي وعياريني إنما كنا نخوض ونلعب ساسي دهين إلهي محير سبحانه وتعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا عذر دارننا قد كفرتم بعد إيمانكم وادقالوا دين الدين تتكبح دين إيمانك إني كذب محايا لي محايا الدرين قراء لسحابة الدرين علماء لسحابة الدرين دريد دي الدرين علمي علمي قرآن كي الدرين وي قفك علماء الدرية مرك الدين تود الدرية إنو كجالو من قرك أساري هو الله جيابا والله جيابا ومسألة خطرة وي محايا العلامات وحلاقات دقي قال نمو ذن منك درد يجس جس كي كجس جسين أهل العلم علامة على كفرهم بالقد دقي ولا ليال وحويان إلهي سبحانه وتعالى وحو الرابع النهي يدك مسلمين تو إن إسحنتان حوله ذا يمالك ذا إن سوحد جدبان إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد وحجة الوداع قدم بين النبي عليه الصلاة والسلام ورديقين إي حولهين إي عرضقين حرام بإذن كيه من نمتك كلاينو انت واحد قد بالله ما بنينين سيدا مال كان مانتا ويهي مال حرمله بشني بالحرمله اتهي مقالة ذاني مكاب مقالة حرملة اتهي إلى يوم القيامة هسكو حد قد بني ضدكي عامضة هاي وعامك هابا حقا اسكوله علمدو وحا ويددكا وحي لسي ديريهين إني أهل العلم يهين إلهي سبحانه وتعالى ضدكي سئة أو إلهي أوقار كبكتايو إلهي مرقاتيك شدي سبحانه وتعالى وحن كو خصدي خاكو ختمينا ولا ليال حق علمدو وفكا كو حد قد به أو وحكا شايغا أو حانتا أو دبا علمي يحن بارسيهين كد دبا علمات وحي شايغين انتانو دبانين لبا عذربا لغو امتحاما لبا قضب محوية هي موت القلب وسوء الخاتمة قلبي قرد انتا ومدوبا ده أو قلبي جيسو خير بانو قلنبا إيا انو خاتم وحما قرد انتا أو قرد انتا معصياء سوى قرد احجر والعياذ بالله تعالى والا أركي أرنتا أيضا وميلات خطروها oo waxa weeye aqto ay ku simbiriraxato oo dad badan oo maanta diin laani ku dhacday meesha laga gaaray laakiin aanay ogeyn may ogow kuma ay baraarugsano ugu dambeyntii walaalayaal culimada waxa xaq ay nagu leeyihiin kamida inaana nagu gaf xugminin maanta waxa yaala saaxadi waxa kamida ya oo ajabta badan oo layaab kale layaab kale wallahi alladhi la ilaha ghayruhu layaab kale ya nin aan aqoon lahayn waxba aan garanaynin meel wax ka akhristay aan la aqoon cid wax u akhristay aan la aqoon salaadii waajibka ahayd oo tawxiidka ku xigtay aan sixi karin baa wuxuu ku leeyahay sheekhi uu khaldama
ورياك وشيء وخلدني ولا يابه ورسيتك أقاتي يا ورشيخ علم بوح كل شيء اجتهاد بوح كل شيء قال الله وقال رسوله دليل شري أنت نمت قانية يا كوشي يا شيخ وخلدني يا كوشي يا لمن بدون وعي إنه يهي إنه دق دقوا فضود هذاي أو شيخ بوح سوى ذي أنا سجيمبا فهم لا أنت سدرتيسة سيدا ميت كمل أحد السلف وعلم الحديث ذات كبريو بحال قدي سيمد نعد فضود بوها مركز وح كوسو جاري استجوا كسي كان يا علي بن أبي طالب فضل يقولها بصحابة يبتك أغش يا كاني أرض الله هيد مو أغوه مغناية هريبو أغش يا كاني يفضلق أبو بكر يفضلق عمر يفضلق عثمان سدح ذي كلاء وخلفاء هرؤ صدافة علي بو مريا مركو لسو قبصدي يا وحو إسيري كان ماركتا وحفضائل علي كليه أغش يا كاني هيو أغاذا وشي عمد كاني والرافل دي أغاذا وحبا مسوقين مركاسا وحوير انتقي ليو دادك دح يستاقي أيها الناس هذا دجال ورك عرر وروا دجالك عرر وحبضا أمانت علماء اللغو حكمنا يو اللغو قف حكمنا يو واتاسوك أما ويكسي وينتهيو مسألة الشيخ كسحان يهي وأدلة ذي أوهيو وكو اجتهادي يو إلا صاحب كان وحبقران مايو وجاهله بوحو ليه يهي أصوه وحبقه واخل ضمي مركاسو الله يا رسول كيسي كبان أبونا يا القول على الله بغير علم بقليا وامد مده هذا كسيوين ورعلو ماذا منزل هذا يصرفت إلى هاي قارسية درتين حتى هداي قفان انت اجتهادان اجتهاد كودي وحالك سي أجر إلهي بعد ذلك كل داري وقفر صدق ما واحد أركتين قف انت قفي أو مسألة ذي كو قفي قف كيسي أجر لك سي متشر لمن هلا ينمع عالمهن منزل هذا عمله موشدا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله فأقطع فله أجر حاكم كعالم كيهدو اجتهاده أو مسألة ذي راديو أو وقت كبهيو أو علم قليو أو هذا الذي انتو سوى حشديو استنباط سمايو هدو أصيبه أو ضرفت استاغو لبا أجربو لي أجر كي اجتهاد كي يدذال كي أصيبه أو أصيبه مسألة ذي أو أصحي هدو قفو أجر كي اجتهاد كي يدذال كلي ورقف خد إيسي إلهي أجر كسي يساد وحق من كرتا هذوك وخد أقول عن كرتا إلهي ما بقف كيسي أجر كسي يي ما لا حق من كرتا وحبا أقولي سيحق من كرتا شيخنا البها حقي قلبه ميلا فريستا ها قلبه اللي فدية ميلبو كخد بي ورميلبو كخد بي مسيخ الوحك ما عالم كي داعي الوحك حقتا يا هدو قال الله فريستي محو شيقهي مو يدي سوحي وشيقهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حال الله صدره دفك الله صدره من مسلم بيها هين سو قال ما هين سو لمو فريسين جرين سو خير كومو شيقي جرين دفك صحابة وما انت الدين تنه سو قارسي ونو كان سو قال ما هين قال بو الله فريستا ميات شيخ عالم كو حكم نيسا ميال بو كخد بي ميات كو حكم وهدو خد بي خير بو شيقي يا محو شيقي وحاس يا وحلم اذا ما انت علماء اللي وحق حقنا يا ولا لا يا الوحا حبان ضدك مسلمين تاهي إنا يقرتان ما أنت وحوي وحني مشروع عني مشروعي وضتوي أعداء الإسلام باوته والله الذي لا إله غيره مشروع مسلم وتماءها مشروع عن ضدك عذوق إلهي أهوته والدولان علمك يا إسلام كان ما أنت برارق اللغوها يوهي لكن وحا لأذيك سنيا دران وحبا أغين أو وحبا لسعون أو دين لهين أو عقل لهين أو أن علم لهين أو سفهاء أهل هذه السنة يا اللي قد من يا إلهي سبحانه وتعالى دين تيسي وإذا مركب كبرى رقنا وخاصة وقتك خطرت أو وقتك فتنة قفك مسلم كعلماء هدو كلا وحي أدر دار مترين أو دين تيسي آخر الربا أهل العلم قددك أو علم اللي قيقان أو علم وذا كعمل فلو أو طريق السحان هايستا إنه فتوى ذا ويديان وتوجيه ذا وعد قوذي واند ذا كعمل فلان إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سننا بأسماء الحسنى وصفاته العلى إنه نغي لكوا حق دقيستا كيسة توصلنا قاتا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وآمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم السلام.